كشفت وزارة التجارة عن برنامج المداومة الخاص بالتجار والذي سطرته وزارة التجارة خلال يومي عيد الأضحى المبارك. نتعرف عن التفاصيل مع فوزيام سعدي في هذا التقرير. ككل سنة ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك تعود مسألة التجار المداومين خلال هذه الفترة للنقاش. وزارة التجارة ومن خلال مصالحها كشفت عن عدد وأسماء التجار المداومين يومي الجمعة والسبت. بالنسبة لهذا السنة في عيد الأضحى كاين 34576 تاجر اللي راهي مسخرة باش تقوم بهذه المداومة، من بينها 4985 خباز. تسخير أعوان مراقبة لمراقبة تجسيد البرنامج المسطر حل وزارة التجارة لمعاقبة كل تاجر مخالف للتعليمات. في عيد الأضحى هذا تم تسخير يعني 2093 عون، كل تاجر اللي ما يقومش بالمداومة راح يتعرض إلى عقوبات يعني قانونية، وراح يتعرض إلى غرامات مالية ممكن تكون تروح حتى 200 ألف دينار جزائري، يعني 20 مليون سنتيم. جديد هذه السنة هو تمكين المواطن عبر كل ربوع الوطن من الاطلاع على التجار المداومين في ولايته. بالنسبة للقوائم تاع هذا التجار راهي يعني تعطات يعني تعليمات لكل المديريات الولائية للتجارة باش تنشرها في الأماكن العمومية. والشيء الجديد بالنسبة لهذه السنة هو أن هذه القوائم راهي كلها موجودة في السيت انترنت. برامج مسطرة من قبل وزارة التجارة بحلول كل مناسبة، فالمداومة خلال المناسبات واجب، لكن للتجار رأي مخالف، فهل سيحدث الاستثناء هذه المرة؟